Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is teacher Montaser from Egypt. Today we have an essay. اهتمت صحف عربية بالتوتر الخليجي الإيراني في أعقاب استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في مضيق باب المندب من قبل مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن وانتقد بعض الكتاب النظام الإيراني بسبب دعمه للحوثيين وطالبوا بمواجهته فيما وصف آخرون قرار السعودية تعليق عبور ناقلات النفط باب المندب بأنه حيلة العاجز وكانت السعودية قد علقت شحن النفط عبر مضيق باب المندب عقب هجوم الحوثيين على سفينتين محملتين بالنفط الخام. مواجهة النظام الإيراني هو الحل، يقول فهد الخالدي في اليوم السعودية إن استهداف ناقلات النفط السعودية هو دليل على جماعة الحوثي تأتمر بأمر إيران التي تجاهر بعزمها على تعطيل الملاحة في المياه الدولية خاصة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب ردا على العقوبات الدولية المفروضة عليها نتيجة لأعمالها التخريبية في المنطقة. ويقول محمد آل الشيخ في الجزيرة السعودية من الواضح أن إيران كلما اقترب موعد فرض الحصار الأمريكي عليها تحاول التصعيد من خلال عملائها في المنطقة وتكتفي هي بالتصريحات العنترية. ويضيف مواجهة التصعيد بالتصعيد سيزيد قناعة المجتمع الدولي أن لا حل مع هذا التغول الإيراني إلا توجيه ضربة حاسمة وقاصمة لإيران. في السياق ذاته يقول عبد الله ابن بجاد العتيبي في الشرق الأوسط اللندنية إن مواجهة النظام الإيراني هو الحل الوحيد، مضيفا أن تهديدات إيران ضد أمريكا وحلفائها بأم الحروب والتخريب والدمار جوفاء. Thank you. السلام عليكم. This is teacher Montaser from Egypt.